عندنا مكالمة هاتفية مع سعادة سفير تونس بالبرتغال بلشبونة، تحديد المكالمة معاه الآن. سعادة السفير سي نوفل هدية، قولوا ألو. ألو، صباح النور سيدة يسر، صباح يومكم الخير، سعيد، يعيشك، صباح الخير، وبركة. صباح الخير سعادة السفير، نحييوك ونحييو كل التوانسة المقيمين بالبرتغال، تحية ليهم ومرحبا بكم. دونك احنا باش نحكيو في اكثر من موضوع، احنا فما معرض للاغذيه، فما كذلك انشطه في القريب العاجل باش تقوموا بها تخص السياحه، تخص الصناعات التقليديه، فما يوم تونسي، يعني فما مجموعه من الانشطه لفائده تونس بدرجه اولى، للتعريف بتونس وبثقافتنا بسياحتنا. شنو رايك نبداو بالمعرض الاول؟ معرض الاغذيه، تفضل. وهو كذلك سيدة يسر، أولا أود التقدم بعبارة الشكر لمؤسسة التلفزة الوطنية على استضافة مرحبا وتمكين البعثات من التعريف بمختلف أنشطتها في الخارج، ثم أتقدم بالتحية إلى كافة أبناء تونس بالداخل والخارج، وخصوص أبناء الجالية التونسية المقيمة بالبرتغال. بالفعل كما تفضلت سيدة يسر، تتنزل مشاركة تونس اللي هي الأولى من نوعها في البرتغال في النسخة الثانية من معرض لشبونة للمنتجات الغذائية ليزبون فود افير، اللي صار في انعقد في العاصمة البرتغالية من 4 إلى 6 فيفري، من خلال جناح تم تأسيسه بالمشاركة بين السفارة ومركز النهوض بالصادرات، وشاركت فيه 6 مؤسسات بمنتجات غذائية متنوعة، من زيت الزيتون، من التمور ومشتقاتها، من الهريسة التونسية اللي هي تم إدراجها عنصر من التراث المادي اليونسكو، وبعض المستحضرات الغذائيه الاخرى المعده بالطريقه التونسيه الاصيله والتقليديه. المعرض هذا حبيناه كدخول اولي للسوق البرتغاليه، سوق هامه باعتبارها تمثل نقطه التقاء بين الفضاء الاوروبي وفضاء جنوب امريكا، لانه عندها خصوصيه البرتغال انها تربط بين الجانبين، خاصه ارتباطات ما بين البرازيل والدول امريكا اللاتينيه والفضاء الاوروبي. المعرض هذا كان مناسب للتعريف المختلف في المنتجات التونسيه، حيث شارك فيه 6 شركات تونسيه كاول مشاركه تونسيه في البرتغال. في اطار التعريف المنتجات الغذائيه، وخاصه بالنظر للامكانيات الهامه والواعده في البرتغال. كانت ثم لقاءات ثنائيه ممثل من الصندوق من مركز النهوض بالصادرات، عقد جملة من اللقاءات مع الفاعلين والمصدرين للتعريف بالمنتوجات التونسية، وهي ما إلا بداية للدخول للسوق، لأن نؤمن بها أن السوق واعدة وتمكننا من حسن ترويج المنتوجات الغذائية التونسية. واضح سعادة السفير، كي نقولوا المنتوجات التونسية والغذائية التقليدية ومتاعنا، معناتها اللي باش كل حاجة باش تمثلنا، يعني هنايا فما اختيار دقيق للمنتوج اللي لازم يكون فما يعتمد معايير الجودة، معايير عالية الجودة، يعني هوني فما حتى للمشاركة ويكونوا حاضرين يذولي خذيتوا بعين الاعتبار المعايير هذه، الجودة وطريقة التقديم والعرض، يعني هذا الكل. ما فيش شك سيدة يسر، وخليني في المناسبة هذه نبين كل دور كل طرف، احنا دورنا الترويجي بحت، احنا دورنا استكشاف الأسواق وتوفير فرص ترويج المنتجات الغذائيه في بلدان الاعتماد. الجانب نتاع على مستوى التقني، وهذه مناسبه هامه جدا باش ناكدوا على الصناعيين والمصدرين التوانسه الى اهميه التعليب واهميه حسن اختيار المنتوج والتدقيق في المعايير من حيث السلامه الغذائيه ومن حيث مقابلتها ومطابقتها للمواصفات الغذائيه من جانب المصدرين. احنا كمشاركه اولى، اول دخول للسوق البرتغاليه في مستوى القطاع المنتجات الغذائيه ومشتقاتها، حبينا ندخل باكثر عدد ممكن من المواد الغذائيه، واحنا عندنا قراءه خاصه بالسوق البرتغاليه، حبينا نشوفه وما استرعى انتباهنا وما لاحظناه انه ثم اهتمام اكثر بالتمور التونسيه ومشتقاتها، بالهريسه باعتبارها يعني منتوج يمثل هويه الدوله التونسيه وحضارتها التونسيه وثقافتها التونسيه، وبعض المستحضرات الغذائيه الاخرى، زيت الزيتون مثلا ولا زيت الزيتون موجود، لكن ما تعرف البرتغال واسبانيا منتجين نتاع زيت الزيتون. احنا نحب المواد في اكثر قيمه تفاضليه اللي هي فيها امكانيه ترويج اكثر، وخاصه خليني لهنا ثم قطاع واعد جدا اللي هو قطاع يعني يقدر المنتوج التونسي يزود القطاع هذا في البرتغال، هو قطاع المقاهي والنزل والفندقه، لانه
تعرف سنة 2023 البرتغاليين، البرتغال فيها 10.5 مليون ساكن، استضافت 33 مليون سائح، يعني ثلاثة أضعاف سكانها. يعني ثم أهمية كبرى لتزويد القطاعات هذه من منتجات الغذائية. واضح. مهم جدا. نحن هوني نحكيو على القيمة الغذائية معناتها، ونحكيو على المنتوج الغذائي، في نفس الوقت نحن نحكيو على الثقافة للتعريف بتونس، معناتها هذه سياحة من نوع آخر. منتوجاتنا الغذائية هي طريقة من الطرق للتعريف ببلادنا، بسياحتنا، طريقة يعني هوني نحكيو على السياحة البديلة كذلك. ما فيش شك، وتعرف أهمية شكون أتال لار كولينير، يعني طريقة التعريف بالمنتوج الثقافي التونسي، وإحنا عندنا استراتيجية كاملة حتى على مستوى الاستحقاقات الاقتصادية القادمة، لأنه عندنا كما تفضلت عندنا في نهاية شهر فيفري من 28 إلى 3 مارس معرض السياحة لبي تي إل، هو مناسبة سياحية هامة جدا، ومن خلالها باش نروج المنتوجات التونسية، لأنه المنتج التونسية والأطباق التونسية مثل عنصر من عناصر الترويج للجهه التونسيه، هذا ما فيه لا شك ولا اختلاف. وعندنا ان شاء الله كحين ربي في نهايه شهر جوان معرض الصناعه التقليديه، واهميه ترويج الصناعه التقليديه باعتبارها هي بدورها تمثل وتروج للصوره الحقيقيه لتونس. واضح. اليوم التونسي، يوم التونسي، يوم التونسي احنا قاعدين سعيين، لانه ملي بشرنا مهامنا حاليا عندنا 3 أشهر في البرتغال، قلنا أهم حاجة أن نمشي للجهات، وقاعدين ننسق مع غرفة التجارة العربية البرازيلية من أجل تنظيم يوم متكامل باش نستدعوا فيه فاعلين اقتصاديين توانسة ثقافيين، باش يكون الاحتفاء بتونس في جهة من الجهات البرتغالية اللي احنا سعيين حاليا للتعريف بها والتنسيق مع الجهات البرتغالية في الخصوص، لأنه نؤمن بأهمية فقط التعاون على مستوى الدولة وإنما التعاون على مستوى الجهات، التعاون اللامركزي من خلال الذهاب إلى بعض المناطق والمناطق نلقاو فيها حقيقة إمكانيات واعدة للتعاون مع الجهات التونسية أو مع تونس عموما. واضح. وحتى الاهتمام بالجهات مهم جدا، يعني يخلق حركية، وكذلك تعرف اللي عندنا برشا حرفيين وبرشا اللي يستنوا في فرصة كما هكا. صحيح. معرض الصناعة التقليدية، معرض حتى في النسخة الفارطة كان في حضور لافت للحرفيين التوانسة، وما شاء الله روجوا يعني منتجاتهم، وان شاء الله سعيين نطوروه ونحاولوا بحول الله في الاستحقاقيه الاقتصاديه القادمه، انه باش نمثل صوره بلادنا باكثر صوره مميزه واكثر صوره فعله، واللي احنا نلامسوا فيها الفاعلين الاقتصاديين والمواطن البرتغالي عموما من خلال التعريف بالوجهه التونسيه. واضح. باش نجمش يكون فما معارض زاده مشتركه كما الجملاج ما بين البرتغال وتونس، معارض في تونس، معارض البرة، معناتها تتوسعش شويه طريقه ربما المعارض هذه في تونس؟ ما في شك احنا كيما قاعدين نشاركوا في المعارض البرتغاليه ونحاولوا انه نكثفوا، لانه في كل مناسبه يلزمنا نكونوا موجودين. احنا هذاك دايدنا انه تونس تكون ممثله في اي فعالية أو أي تظاهرة اقتصادية، هذا ما فيه لا شك ولا اختلاف. وفي المقابل قاعدين نحثوا في الفاعلين الاقتصاديين البرتغاليين المشاركة في مختلف المعارض اللي توفينا بها الجهات التونسية، لأنه هذاك نشوفوا أحسن طريقة للتسريع ولتطوير المعاملات، لأنه ما تعرف ما يصطلح عليه بالدبلوماسية الاقتصادية في جانبين، في جانب الترويج للمنتجات الاقتصادية، المنتجات الصناعية أو السلع التونسية من أجل استدرار أكثر عدد ممكن من الموجودات الصافية للعملة الأجنبية، ومن جانب آخر قاعدين سعيين لاستجلاب الاستثمارات لخلق الثروة في تونس وخلق مواطن الشغل. شكرا لك حضرة سعادة سفير تونس بالبرتغال سي نوفل هدية، شكرا لك على كل المعلومات هذه. ممكن أنا إن شاء الله مرة أخرى نحكي أكثر على التوانسة المقيمين بالبرتغال وجاليتنا، يعني في أي اختصاصات أكوما يعملوا في البرتغال أكثر، ممكن نوسع حديثنا أكثر مرة أخرى إن شاء الله. نستسمح لك أخت يوسف، لأنه فضل. يوم 13 ديسمبر كان أول لقاء مع الجالية التونسية، وإن شاء الله يوم 25 هذا في شهر فيفري باش نعقدوا لقاء اخر مع الجاليه، هذا تثمينا وتنفيذا للتعليمات الرئاسيه لتوثيق وتطوير قنوات التواصل مع الجاليه، نؤمن بها الجاليه هي اذا كان سفير على المستوى الرسمي هم كلهم سفارة في اعتقادي، لانه هم يعطوا الصوره الحقيقيه التونسيه، ومن خلال حسن تواجدهم ودفعهم الى التميز في بلد الاعتماد
نأكد أنه نقدر نكون ممثلين بأحسن صورة في بلد الاعتماد إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. تحية ليك، شكرا ليك سعادة السفير، وتحيتنا لكل التوانسة المقيمين بالبرتغال. شكرا ليكم، وإن شاء الله نزيدوا نتواصلوا ونتعرفوا على كفاءاتنا أكثر في البرتغال في مناسبات أخرى. شكرا ليك.